تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. هاي حقل، مزرعة حقل راسان بخصوص مع السانين. احنا اشترينا مع السانين من هولندا زين، ونقلنا جوا من هولندا الى السليمانية، افتتحنا المزرعة في سنة 2021. بدأنا ب 340 مع السانين. حلو. مع السانين تعتبر احدى انواع الفريدة للماعز في العالم بخصوص الحليب. انتاج الحليب مالتها يوميا 3 لترات الى 5 لترات حسب الجين. ما شاء الله. من 3 لترات الى 5 لترات يوميا. 5 لترات مقارنة بالماعز اللوكالي مالتنا هواية مختلفة. مثلا ماعز المحلي عندنا سنويا عنده تقريبا يوميا 0.5 لتر، يعني نصف لتر زين، وفقط في سنة واحدة. هاي الماعز في الولادة الواحدة يستمر حليبها حتى 6 سنوات. الله. في يعني في 6 سنوات. 6 سنوات بعد الولادة. بعد الولادة ما تحتاج كل ولادة، يعني كل سنة ولادة زين. والمحتوى الغذائي مالتها اقل، يعني اكثر بكثير من مقارنة بالحليب الابقار زين. وسعر الحليب الماعز في العالم مرتين ثلاث مرات اضعف سعرها زين مقارنة بالحليب الابقار زين. طيب اريدك تحكي لي ايش قد عندكم العدد هنا حاليا تقريبا؟ الحمد لله بدانا ب 350 تقريبا، بعد سنتين صرنا تقريبا 900 ما شاء الله وناس. تقريبا 900 وناس، بس مو كلها حلوب، تحتاج فتره زمنيه حتى يصير. مثلا بعد الولاده تحتاج 7 أشهر لكي ينضج ويصير عمليه التلقيح زين، وبعد 5 أشهر من الحمل يصير حلوب. يعني كل صغار اسمه صخله زين تحتاج شهر لكي يصير زين. حلوب. هاي نوعيه واحده عندكم لو اكثر من نوعيه؟ انا اشوف اشكال مختلفه. تمام. النوعيه السانين الاصلي شوفنا يا وين السانين الاصلي. السانين الاصلي هاي اسمه اللون مالتها الابيض زين، ابيض بدون اي مثلا بقعات. بس ابيض ساده. ابيض ساده حلو. بس اذا كان بها مثلا في دمها جنين مثلا الباين، جنين مثلا شيء يظهر في زين. في جيلات. هذا شنو هذا هسه؟ هذا مثلا هاي التوكنبيرد، بها توكنبيرد، بها الباين، بها ميكس. يعني توكنبيرد هم حلوب اكثر. مثلا هم تهجنون انتم؟ لا لا جين؟ لا، بها مثلا جينات ضعيفه بالدم زين، ويظهر بعد التكاثر. لكن احنا نستخدم السائل المنوي المجمد. يعني بعد يعني كل تلقيحات بعد اربع سنوات خمس سنوات يصير سانين بيور. سانين يعني اصلي. سانين اصلي يصير ان شاء الله. هاي المزرعه تعتبر اكبر مزرعه بالعراق لتربيه الماعز. هاي اكبر وفريد من نوعها. الله، يعني ماكو منها بالعراق. هاي نعم، هاي احنا طموحنا يفتح حقول اكثر في العراق، لان ما عندنا حليب ماعز في العراق بتاتا. الحليب اللي عندنا في الحقول المحليه مو هوايه. يعني زين، هذا الحليب مال الماعز وين تودوه انتم حاليا؟ هسه عندنا يعني مشروعين. المشروع الاول احنا نبيعها للمعمل ايس كريم. نسميه براند الايد ايد. وبعد سووا منه ايس كريم. ايس كريم زين. هاي فريد للايس كريم زين. وبعد وايضا فريد للجبن زين. وبعد ان شاء الله بعد سنة أقعد كاكاو سنفتح أكبر معمل للألبان في العراق إن شاء الله. زين، هسه احكي لي على هاي النوعيات هنا حاليا. هذا كله سانين؟ نعم، هاي سانين، والهاي مثلا توكنبيرغ، وهاي ميكس التوكنبيرغ والألباين والسانين. لأن شنو التوكنبيرغ؟ عرفنا إياها. احنا عندنا تقريبا 5-6 بريد سلالات معروفة للماعز.